ازيك؟ يا استاذ نبيل، مع انك اهلا صاحبي، بالعزيز، تفضل. مع انك صديقي وحبيبي، بس حتى لا تزعل وتقول المفسبكين وكذا، بس تصرفك كرئيس بعثة تصوير بكل الكأس بكل ده، انت الذي وضعت نفسك لكي الناس ينتقدوك، يعني المفروض استاذ نبيل، تبعد عن الشيء ده. هذا اول سؤال. ثاني سؤال حول الجهاز الفني، ركلات الترجيح، مفروض ركلة الترجيح كان اللاعب الخضر كان ما يضرب في ضربات الترجيح الأولى حسب أن إصابه كانت منهارة وضيع ضربة جزاء. وجهة نظركم في ذلك، عدم التدريب على ضربات الترجيح للاعبين أو ماذا؟ طيب حاضر استاذ نبيل. اولا لازم تفهم انا مواطن يمني ومن حقي افرح. ثانيا انا رئيس بعثه وانا من عد المنتخب من اول يوم، انا من سافر، انا من تعب، انا من اكلنا، احنا من شربنا، احنا من عالجنا، احنا من فعلنا. اذا ما ابش الكاس انا ماني بز انت يا استاذ نبيل وانت جالس بتكتب علينا يعني فرضا. انا اللي بز. احنا الجهاز الفني والاداري احنا لنا الحق نشيله. افرح من حقي افرح. انا فرحت 35 مليون، ليش؟ ما افرحش. انا رئيس بعثة، نعم انا ما احب رئيس بعثة اكون متامر، لا انا جيت رئيس بعثة وفي نفس الوقت لا بس خدمه المنتخب. يا استاذ عبد الوهاب، لا كلامي انا ما قاطع، خليني اكمل كلامي. انا جيت كرئيس بعثة وبرضه جيت في 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 ضيافه المنتخب وفي خدمه المنتخب، اخدم المنتخب. فمن حقي ان انا اعمل بال ما وانا عبيت الكاس وما حد عمنا ولا حد وقف معنا في الاعداد، والان تفضلوا علينا عشان اشيل الكاس وارتاح. حقي من غيري بشيل الكاس، انا اللي عديت والاتحاد ورئيس الاتحاد الشيخ احمد صالح هو اللي يتغنى بالكاس. يا استاذ الوهاب، الاستاذ نبيل بيحبك بس وحب كذا ينكشك من الصبح يعني. انا قلت يا استاذ عبد الوهاب، يا استاذ عبد الوهاب، اهلا بالعزيز، اهلا بالعزيز والغالي حبيبي حبيبي. لكن يعني تركوا يا استاذ، تركوا المنتخب وفوز المنتخب ويرجع لك عبد الوهاب. اتصور وانا راقد، اتصور وانا باهن، اتصور وانا نبكي. من حقي انا من تعب على الكاس هذا ولا غيري بعد قياده الاتحاد.